بقى اكلم سياده العقيد هو اللي قال كده. ابعدوا عننا حسستونا ان انتوا مش موجودين واحنا هنرجع تاني على الميدان. مش هيحصل اي حاجه. في ناس جوه بتقدر بتشوف يا عم تاني جوه هنا اهو. البطاريه بتضرب ده مش موجوده. اهو قول في ما هو ده اللي احنا بنقوله. انتوا في ناس كويسه. حد نظر واحد تاني عمل كده. طب احنا هنعمل ايه؟ على فكره اللي هناك جاي من غرفه ثانيه جاي وانا العسكريه هم ارتدوا الموضوع ده. بيقول حد عايز حد ينظم هناك. الناس اللي هناك جايه معمره ذخيره من عنده وزاره الداخليه والشارع ما كانش فيه غير اربعه انا وثلاثه زمايلي وجايين بنرجع لوحدينا لانهم جايين علينا الصهه. جري خد اول يمين لف شارعين ودخل على الميدان. امن مركزي غير دول فرقه غير دي. انا عارف اشكالهم. لكن دول قدامي عارف ايه حمايه المحلات. انا بقول لك ده حاجه بس فادي يا سيدي. الناس واقفه طالما الناس ما بتعملهمش حاجه غلط واقفين ما بنعملهمش حاجه. لكن اللي هناك دخلوا ضربوا قنابل الغاز داخلين جري. عارف يعني ايه جري؟ جايب خطوه عسكريه عشان تدخل الميدان ليه؟ عندك مشكله عند الوزاره خليك عند الوزاره. لكن الشارع فاضي جاي تجري علينا على الميدان ليه؟ سؤال. ليه الاستفزاز؟ مش عايزين 28 لا والله عايزين مش هنحتاج بيهم نهائيا. مش هم برضه واقفين برضه حمايه الشهاده وحمايه بيوتنا واهالينا. في بعض البلطجيه احنا مالناش دعوه بيهم. بعض الناس منظمه داخله برضه في الموضوع ده احنا مالناش دعوه. لا في ضرب لان اللي هناك بيضربوا علينا قنابل غاز. احنا متبهدلين من الصبح. في فرق ثانيه بتضرب علينا ودي اللي قلت لك عليها. في فرق ثانيه بتضرب. الناس دي كويسه احنا وقفنا عشان نامنهم ونامن نفسنا منهم. عند معاهم اي حاجه تيجي علينا. عند لا الناس دي جت من عند الوزاره جاري لغايه هنا يا جماعه. مش عايزين نسكت. هما يعني المفروض